ديام وين ما درتش قال ما واخ. درتش. وهذاك الولاد الاخرين كاين واحد اخر سميتو يوسف وكاين الاخر كيفاش تا وفين شفتهم اولدي؟ هاديش هاديك البنيه كيما كان الحال ما بقاتش فيك. بقات فيا بحالها بحال بنتي ماشي جارتي كاينه بحال هكاك والده في هذاك الشيء سواء هما داروا ولا ما داروش. حنا داك الشيء كاين القانون غير واش ديك البنيه 12 عام وحامله بهذيك الطريقه. ما عندهاش 12 عام منوع كاينه 12 عام تولد بحال 12 بحال 16 لي صناص عاو السلامه دابا 16 عام وتحمل بهذيك الطريقه. وحنا بناتنا ولدوا على 16 عام عطيناهم بلا كاغيط. الله هذيك راه هذيك والده بلا شر الله غير كيفاش حنيتي فيها انت وقلتي انا وباها ولد عمي ولد عمي. ونهار اللي سمعتها مرضت وشدني السخانه حتى من جهتها هي 16 عام اخرى. علاش غتختار هاد الثلاثه هي ديك البنيه بالثلاثه هما اللي تيوريوها والديها. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مره اخرى. نحن الان على جد مقربه من المنزل ديال سناء 12 سنه. معايا الام خديجه عندها اكثر من 70 سنه هي الام ديال كريم. كريم واحد من المعتقلين الثلاث في الملف. تريد ان تجيب تريد ان تدلي بمعطيات في الموضوع لا الحق في الجواب. غادي نشوفوا معها الملف. ام خديجه نعم اولدي. كريم مشدود داكشي ديال سناء 12 سنه انت عارفه عاودي لي هادشي كيفاش داير من الاول. سناء ما عندهاش 12 سنه سنة عندها 16 وطلع في 17. أنا هنا زايدة وخلوق وهو باه ولد عمي شقيقي. بلاد راه وراثة هذه مقسومة. راه هاد الناس تيتعداو علينا. راه هاد الناس كاع اللي قالوا في هذاك الشيء راه تفرجنا فيه. يعايرنا تيكرفصونا. هاد الناس اللي شدوا هاد الولد وخلاو لي ثلاثة الوليدات شكون يخدم عليهم. حنا عندنا الدعوة معاهم الأولى وتشديت أنا الأم تاعو في الخميسات وعندنا دعوة أخرى. ها هي عندي هنا في تيفلت هو ومرتو وامو مصوتيني عندي تصويره دفعتها في المحكمه تاع باش دايرين ليا ما خلاوه في حالتي ما يتساه ما يتشاف. تيقول لك ها شنو غتعطي حنا عندنا البهايم وعندنا الغنم انت شنو باش غتزيدي لهذا الدعاوي. تيتكرفصوا علينا هاد الناس وهو ولد عمي وبنت عمها هي حداه وولاد عمو في ذيك الديز قبالتو وولاد عموها هما غا في الدوار. تيقول لي انا ما عنديش عائله حنا مو عائلته تعدى على ولدي خلى ليا الوليدات ضايعين. اش هاد المراه غتخدم ديما على هالوليدات غتكفيهم وانا وباه عياني انا وباه عياني. انا كنطلب من الحق والحكومه حتى هي تسد لينا حقنا حتى حنا. انا غنسولك وجاوبيني امتى دوزتي الحبس انت وياه شمن عام؟ هاد الحبس اللي دوزناه القديم سنين هادي تكون 40 سنه ولا 30 وهاد التالي. علاش دوزتي الحبس انت وياه؟ غير تنتعاركوا غير تيدفعوا لينا البهايم في خضرتنا في زريعتنا ومنين تنوضوا ليهم كينوضوا لينا. يعني انت والام ديالو؟ الام تاعو والمراه تاعو. المراه تاعو حتى لها الاخر. انا عندي الدوسي ها هو مازال عندي. المراه ديالو كتخدم في الفلاحه شكون اللي كيتلاقى معاه في الفلاحه؟ شكون انت تخدم في شي فلاحه؟ اين فلاحه خدموا؟ خدموا عمري ثلاث شهور وحبست وهما دابا بداوا عاد ثلاث شهور بحال دابا بداوا شهرين هذي باقي ما كملش شهرين باش بداوا يخدموا. فين تتخدم؟ تتخدم قاعده في محالها وكوزتها في محالها وراجلها ما تيخدمش كاع. رجل راه في هنا تيتفلح وقعد في محل وبطوموبيلته بغنم وبقرو. علاش كينكر؟ ما ننكرش الحاجه اللي عندي. سمعتيني؟ ما تيخويوش المحل، محل هما يجوز عليه حتى الطير، حتى راجل ما يدخل ليه. حتى مرا ما تدخل ليه، حتى جيران ما يلحقوهم. هذوك الناس تيقول لي تيتهجموا لي على بنتي. هادشي غا الكذوب. كله هادشي اللي تيقول هاد السيد راه فمو عنده، تيدير ما بغى، دار فينا ما بغى. والله إن الله يخذي فيها الحق. ها ياخذ فيها الحق في هذا رمضان كما شحفنا. خديجه انت كتكلمي لي على اساس كاينه عداوه بينا عداوه قديمه قديمه وجديده. وقلتي انت ها هي جيب الورقه انت راه كاينه في الصف. كاينه 2007 راه كاينه. ها في 2007 عودنا التعاركه جبتها راه الورقه. لا غير كملي لي غير كملي لي. ها 2007 انا ومرتو ام هذه ساله وحياه حنا عودنا العركه. ها فين تيصوتونا عند هاد الزيتونه التوانه. انا حنا ما قادينش على هاد الناس قوا علينا قوا علينا هاد السيد وباه مات بحال شهرين. هادي كان ولد عمي وكان معدي حتى من ولدو حتى من ولدو تيدير حتى من ولدو حتى من ولدو. ودابا تنطلب من الله والحكومه جلالة الملك حتى هادوك الدراري يشدوا لهم حقهم. ماشي شديتو الحق للمراه وخليتو الولاد. واخا انت باش عرفتي الدراري ما داروش؟
ما عرفتش، ولكن ولدي مظلوم. ما عرفتيه مظلوم؟ ما عرفت هو انا مظلوم، واش انا كاينه هنا وغادي يجيب المراه عندي البنت عندي ها ويقول لهم تيدخلوا لجناويهم؟ واش ما تنسمعوش الفيديوهات اللي تيقول؟ واش هما كاع التسات الرجال غايجيو عندك انت المحل؟ دري شنو قال عند الجدارميه؟ ما عرفتش انا اش قال، واش انا دخلت معاه ولدي؟ ولكن انتوما كنت دابا ملي تشد هو كتمشيو تسولوا عليه وكتمشيو كتمشيو. الجدارميه ما يقولوش لك. درتوا ليه محامي؟ لا درنا ليه. اش قال لكم محامي؟ اش قال الدري؟ ما قالش الطفل ما عنده حتى حاجه. وعلاش مشدود؟ مشدود وراه الظلم تيتشد. باقي غيتبحث ويتشد، باقي غيتبحث ويتشد. نهار تكون تحالي غيبان الحقيقه. هي واش نقولوا؟ اش نقولوا قدام المخزن؟ هاو ما تجاو شدوه وداو مرتو وداو بنت ولدي وخلاو هذوك الدراري مزرعين وانا ما كنتش هنا انا وهذا البوك نفتي فلت، خلاو غير الدراري هنا تيتزاقاو. ها دابا اللي مشدود كريم وولد اختك حتى هو، ولد بنتي ولد بنتك حتى هو، واحد الولد راه من الدراكله. انت كتقولي داك الحقد عندكم قديم، قديم عندنا الحقد وعاودنا. وقلتي انت بانه هي انتقمت منك دابا باش جبدات لك ولادك. آه قلت مني، قال لي عند قدام الجدارميه، قال لي هذا الراجل قال لي شديتكم دابا من القندايه كاع اللي دوزنا بكري، عاد دابا عاد شديتكم منا، ما باقيش غنطلقكم، ما باقيش غنطلق منكم. دابا الا قلتي انت مثلا، دابا حنا غير كنقولوا ما راه القانون كيدير خدمته. دابا حنا هذا هو اللي كاين، انت كتقولي بالله هاد الناس انتقموا مني في ولادي، هما تيقول لك بانه هاد الولاد انتقم. وها بلاتي دابا انت قلتي بانه هذاك الصداع اللي عندك مع امو قديمه، اي جابوا لك بالك. انا نعطيك البال الثاني اش يقول، حنا كنقولوا البال الثاني كيقول لك لا بانه ثاني ذاك الصداع القديم، انه هاد الولاد ديالكم انتوما انتقموا لي من بنتي، حتى هو عنده الحق يقول. حنا كنخليو القانون يقول الحق فين كاين. هنا المعلومات اللي بغيت ناخذ من عندك، انه واش عندك شي دليل، شي حاجه كتحسي بها انت وعندك شي دليل بانه الدري ما دارش؟ ايوا تيقول هو، تيقول تنهضر معاه تيقول لك امي واش هو داو على غفله انا ما كايناش، تيقول لي امي يديروا تحاليل، انا راه هذيك البنت ما قصتها ما ريتها، ما شتها ما ريتها، انا غنمشي للبنت قد ولدو راه عنده 11 سنه. ها جيب الولد هنا، جيب الولد الكبير راه. ها سيدي انا كنطلب كيما هدرتو وهدرو ودرتو الفيديوهات ليه هو وتشد له الحق، وحنا ما تشدش لينا الحق، حتى حنا بغينا حقنا يتشد. الولد ديالك قال لك اودي امي انا ما درتش، قال واخا. وهذاك الولاد الاخرين كاين واحد اخر سميتو يوسف وكاين الاخر، كيفاش تو؟ وفين شفتو ما ولدي؟ واش هو انا دخلت الجدارمي غيعاودوا لك عن طريق المحامي وكتسولي انت؟ باقي المحامي ما دازو حتى محامي، باقي غير بقضية التحقيق، باقي ما دازوش، ما قال لنا لا محامي لا والو، باقي ما قال لنا حتى شي واحد طفل غنشوفو غيعاود ليا. فين شفتو؟ انا تنطلب من الله والحكومه حتى حنا ياخذوا لنا حقنا، ماشي غا هو هز بنتو تيجري بها، حتى حنا راه ولادنا مشدودين ومخليين ولادهم، هما العيالات عندهم الحق والرجال ما بقاش عندهم الحق. هذا حق على الاولاد. كان معاك، انا بغيت نسولك السؤال الاخر امي خديجه، هذيك البنيه كيما كان الحال ما بقاتش فيك؟ بقات فيا بحالها بحال بنتي، بقات فيا، علاش ما بقاتش فيا؟ ماشي جارتي كاينه بحال هكاك والده في هذاك الشيء، سواء هما داروا ولا ما داروش. حنا داك الشيء كاين القانون، غير واش ديك البنيه 12 عام وحامله بهذيك الطريقه؟ ما عندهاش 12 عام، منوع كاينه 12 عام، كاينه 16 عام، والدراري والعيالات والدي بحال 12 بحال 16 رزقنا الصحه والسلامه، دابا 16 عام وتحمل بهذيك الطريقه. وحنا بناتنا ولدوا على 16 عام، عطيناهم بلا كاغيط. شرع الله شرع الله. اه الله، هذيك راه هذيك والده بلا شرع الله. غير كيفاش حنيتي فيها انت وقلتي انا وباها ولد عمي؟ ولد عمي، ونهار اللي سمعتها مرت وشداني السخانه حتى من جهتها هي، بلا باقي ما شافوش كاع شكون هو. مرت باش نمشي عندهم ما قديتش، هما صعابين ما تلحقش عندهم، منوع سمعتيني. هو بقات فيا، راه ولد عمي باش صعابين، هما تما ما عندهم في وسط الدار كاين غير هو وامه والمراه والوليد، وهذاك الولد اللي عنده 20 عام وذاك الولد اللي عنده تيقرا 18 عام ما عندوش الولاد، وبنته ومرته وامه. علاش ولده مجوز؟ مجوز راه تيسرح غنم، يوريهم لك، يشوف وريهم لكم، يوريهم. انا كنسولك انت اللي عائلتك، هذاك الوليد ما مجوز؟ ما مجوز، ولادو ما مجوزينش، ما مجوزينش، عاقل ما مجوزينش. الله يفرج عليكم يا رب، يفرج علينا يا ربي، يا ربي تفرج على ذوك الدراري وتخرجهم على خير وبخير، ونهار تكون التحليله وما تخرجش تاع هذوك الدراري اشنو نديرو؟ حنا عقوبتهم هو الحبس دابا الدراري، حنا باقي نبغى نتابعوهم وهما يتابعونا. دابا هما ما ساعدونا ما ساعدناهم، ولد عمي وما حنش فيا انا. لا التحليله كدوي على الولاده،
وهي ما كدويش على الولاده، تدوي على الاغتصاب ولات كرفص عليها، كدوي عليها بزاف. أيوة. ما عندهاش غير الولاده. أيوة. في نظرك انت السؤال الاخر خديجه، علاش هي غتختار ثلاثه الدراري؟ ها في نظرك انت من غير هذا الانتقام، نقولوا هذا الانتقام قلتي انت هي وانت وجدها 40 عام كنتوا مضاربين ودوزتوا الحبس. عاود 2007 عندنا 15 عام اخرى. علاش غتختار الثلاثه؟ هي ديك البنيه بالثلاثه هما اللي تيوريوها والديها. وخديجه الله يفرجها عليك. هاي يفرجها علينا ويفرجها عليكم تانتوما اللي جيتو تال عندنا. مرحبا، الله يطول عمرك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، هي شيء ما الام خديجه تتكلم على الابن ديالها، هذاك حقها انها دافع عليه بطبيعه الحال. مشاهدينا الكرام، قصه سناء 12 سنه، عدد كبير من المغاربه تبعوها، مجموعه من الاسئله تطرح في الراي العام، انا درجتها معها، ولكن ما يهمنا في الموضوع ملف سناء، ملف القمة في الغرابة، صغر السن ولدات في هذاك العمر. الأم تتكلم على الخبرة بطبيعة الحال، رغم أنه الإشكالية كبرى في الملف تتعلق بالاغتصاب وأمور أخرى. من ارتكب هذا الجرم؟ هذا هو السؤال. مشاهدينا الكرام، الأبحاث والأيام المقبلة وكذلك القضاء قادر يثبت من هو الجاني ومن هو الضحية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.